كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع نفق وكبر السادات والممشى السياحي الجديد بميامي ووجه مدبولي بسرعه تنفيذ الملاحظات التي اقترحها على المشروع بجوده عاليه لاظهار المشروع في صورته النهائيه بمظهر حضاري جذاب وبدا التشغيل التجريبي لكبر السادات الممشى السياحي للجمهور خلال الفتره القليله الماضيه حيث تم العمل على زياده المساحه الرمليه بالشواطئ المحيطه بالكوبري كما تم انجاز المشروع في وقت قياسي وحقق جدوى كبيره وتم تصميم الكوبري بحيث يعطي اضافه للهويه البصريه والحضاريه لمدينه الاسكندريه ويعد شارع السادات احد اهم المحاور المروريه بالاسكندريه حيث يربط المدينه بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي ومحور المحموديه ويعد مدخلا رئيسيا لشرق مدينه الاسكندريه بالاضافه الى طريق الكورنيش الذي يعتبر اهم طريق بالمدينه ويمتد بكامل طول خط الساحل على البحر مباشره ويربط المدينه من المنتزه شرقا حتى راس التين غربا